حاطكم لموضوع ثاني عن المظهر الخارجي اللي دائما يعطي اول انطباع للشركه اللي مقدم عليها الموظف. فالاهتمام بالشكل مهم في اي مقابله عمل، وفي بعض الامور المفروض نتجنبها تماما في الملابس يوم المقابله لانه ممكن تخبص الموضوع. صح ميسا؟ خلينا نتعرف على هذه الامور. صباح الخير ميسا. صباح اهلا وسهلا فيكي. انا ميسا ما شفتك من زمان، وين مختفيه؟ everywhere كل مكان. دائما في ناس تقول انه لا الشكل مو مهم، ولا don't judge a book by its cover. كل هذه الأمثلة غلط صراحة، لأنه لما تدخل الانترفيو أول شيء يشوف الشخص مرتب شعرها ولا لا، اللبس إيش، جزمة إيش، صح ولا مزبوط. لا فلازم نعرف إيش هو الأوتفيت الصح. مزبوط. بمقابلة العمل وتبتروح على job interview أول شيء بيشوفوه هو مظهرك. فخلي الانطباع الأول كتير منيح لقليك، لأنه بالنهاية هو الأول شيء بده ينتقده أو بده يشوفه، بده يحكم عليه بعدين تيوصل للجوهر ليعرف قدي إمكانية هالشخص. أنه مثل ما كنت عم تقولي في قواعد مفروض كل أي كانت عم تقدمي على أي وظيفة لازم يتبعها، وفي أساس ممنوع تنعمل، ممنوع بتاتا. هلأ بنحكي فيها. يلا خلينا نحكي فيها، وإحنا خلينا اليوم نركز على الشباب. ايه؟ بس إحنا البنات هناخد برضو شوية تبس لنا. أوكي. 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 الشباب عندهم كتير فيهم حسب الوظيفة اللي عم بيتقدم لها. إذا هو رايح على مثلا وظيفة خاصة جدية مثل رايح موظف البنك مثلا، ايه؟ مستشفى، كل الوظائف فيها جدية مفروض الشخص يروح جدي؟ لا طبعا بده يكون هو رايح يعني عاطي نفسه وقت كمان يختار هالملابس، يعني معلش يعطي يروح على السوق يشوف شو ناقصه ليرتب هيدي الامور. طبعا مفروض كل لبسه الانطباع الاول يكون في جديه، طبعا مع ابتسامه مش غلط. في كتير لوكس هلا بنحكي عنها كيف في كمان خلينا نشوفها واحنا بنحكي عنها، ايش رايك؟ اكيد. في اول لوك في يتبعه اي شخص اي شاب. نبدا بالالوان، الجراي الاسود هذا الياس ولا هيدا الياس. أوكي. الاسود الجراي الكحلي طبعا الابيض، اذا بدهم يلبسوا قميص تكون باللون الابيض الزهري الفاتح. انا الابيض ما انصح لانه اوقات مع التوتر ممكن اطيح قهوه، ممكن ما ادري ايش. والله من جد بتفادل تحت البدله. اجمالا الشباب ما كثير ببدلوا، هيدا للامور الجديه. في يروح على بدله من فوق لتحت مع شيرت بالالوان اللي ذكرناها من دون اي تاي او ربطه عنق مثلا. أي. ما في داعي ابدا، واذا حب في ضيف حسب نوع الشغل. سو هيدي فيها تكون اوبشن. الاوبشن الثانيه اللي هو هذا للبنك. للبنك ايه. في شباب ومع دائما هيدا بده يمشي مع شوز رسمي، حذاء رسمي او حذاء بهيدي هلا كثير دارجين. بس ممنوع هذا الشوز اللي تحت. ايه اللي تحت. بس ممنوع منعا بتاتا التنس شوز او الرننج شوز، لانه مش رايح يركض هو. هو رح يركض للوظيفه، بس هو رايح يقعد وياخذ. لا عن جد ممنوع التنس شوز. أوكي. هيدا الماكسيموم في روح سبور فيه. اوكي. اكثر شيء هلا الشباب اللي هي جديه بس مش ضروري تكون سوت، في ناس ما بتحب، فيها تروح على بليزر بهيدا اللون بهيدي القماشه كوتن شوي لون جراي. فيهم يلبسوا تي شيرت تحتها بلون الابيض بيطلع كثير حلو. طبعا اذا كانت باللون الاسود في يلبس كمان تي شيرت بيضاء. في اذا من تحت اذا بده حب يختار، في يختار اللي بحب يلبس دنم. اللون الوحيد اللي في يلبسه على مقابله للعمل هو الدنم باللون الازرق الغامق. ازرق الفاتح مش المقطع يا ميسا. المقطع ممنوع، الازرق الفاتح ممنوع، القصير ممنوع. واللي الواسع سكيني ممنوع طبعا. سكيني الزايد ممنوع، بس في شباب بيلبق لهم سكيني ما بيقول شيء عليه. بس اي شيء هيك مش يعني بيعطي هيك ترتيب اكيد ممنوع. سو هيدا لوك ثلاثه مع بعضهم سبور شيك كثير حلو. كثير حلو انه هيدا ينلبس بهيدا مع الجينز بهيدي الطريقه. اوكي حلو والله. مع الشوز الابيض الحذاء الابيض بيطلع كثير حلو. هلا في شباب ما بتحب تلبس دنم مش معوده. شو سوفيا لازم يتعودوا تختار لازم يتعودوا. لا اظن ما في احد ما يحب الدنم عموما يعني. بس في وظائف جديه وفي شباب جديين يعني بيروحوا على هن عن جد جديين وهيك، فدائما بيختاروا للسوت السيفر. يعني بحسوا ما بيغلطوا ابدا. أوكي. هيدا نوع من البانتس من البنطلون اسمه تشينوز. في كل الالوان. انا اخترت هيدا اللون، في كثير شباب بحبوا هاللون. فيهم يلبسوا تي شيرت سوداء. خلينا نشوفها عشان بس نوريها للكاميرا. بس ما بتنلبس لوحده، بده يكون معها جاكيت.
اوكي يعني لما لسه كنت حقول لك يعني طبعا طبعا هيدي ما بتنلبس لوحدها اتس بيج نو ما فينا نلبسها لوحدها مع بعضهم. طب ايش رايك في هذا البربري بولو اللي كل احد يلبسها؟ البولو فينا نلبسها من اليس قاعدين نشوفها احنا لا مو هذه نحن عنا اياها ورا البولو شيرتس جايبتهم ايوه هي دي صح بس هذه 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 بلين حلوه بس في هذه حقت بربري انا ما لا يعني ما احبها صراحه اي عرفتيها اللي هنا بفضل انه ما يكونوا البراندات واضحه اللوجوز ولا الاب كثير واضح بالضبط افضل يكونوا ولون ساده سو هو الالوان اللي حطيتهم هون الازرق الابيض الرمادي شوف التطبيق حقك كيف حسن بجنن في يكون اوبشن في اوبشن ثاني اللي هو اذا حبوا هن ياخذوا التشينوتس فيهم يلبقون مع شيرت باللون بهيدا اللون كمان حلوين فيري نايس فيري نايس صراحه ومو لازم كمان في يختار الجاكيت او البليزر مع الشيرت مع القميص ما في داعي ابدا في يختار هيدا الشوز في يكون كاجوال شيك في انت بالمقابله العمل ماكسيموم في يكون كاجوال شيك ما في يكون سبور كثير هلا اما اذا كانت المقابله هو بمهنه فيها كرياتيفيتي ابداع وهيك ما في داعي ابدا زي ام بي سي مثلا قدمها على ام بي سي في ناس مخرجين فنانين ما في داعي ابدا يلبس سوت هلا اذا هيدا البيرسوناليتي او شخصيته في روح شوي ابعد من هيك فينا نروح ببولو مثل اللي شايفينهم هون في بولو مع تشينوز في مثلا هيدي لبسي مثلا مع بعضهم في يختار هيدي مع هيدي ففي عنا كذا اختيار لالهم وفينا طبعا مع شيرتس كمان بيطلعوا كثير حلوين تاي كمان؟ لا الشيرت اوكي التاي حطيتها اوبشنال اوبشنال بس انا مش مع انه تنلبس تاي باللون الفاقع الاحمر الاورنج ابدا اسود اسود جراي كحلي يكون ناعم وحتى اكثر شيء هيدي الطبعه فيها تكون عليها خليني اقول لك البيج نو يلا ذا بيج نو البيج نو هن الامور يعني ممنوع الشاب يجي على انترفيو فاتح الشميز او الشيرت لهون ومبين صدره اوه اكيد لا يعني في شباب ممكن يعملوا كده ممكن بركي عم خبرهم اذا معودين يبطلوا لو يمكن لو عنده عضلات ممكن تجيله الوظيفه ولا عضلات ولا شيء ممنوع ممنوع فتح الشيرت لهون وممنوع كمان اذا في تاتوات ما في داعي نحن نبرزها هالشخص اللي رايحين نقابله نحن ما بنعرف شخصيته سو ما بدنا نحن نضيف جادجمنت على شكلنا من اول الطريق خليه يشوفنا يقعد بركي كذا سو هيدي وحده ممنوع لنا الجينز او الدنم المخزن ممنوع ما يكون حالق ومرتب دقنه شعره يكون مرتب الضفير مرتبه بفضل افضل انه ما يكون في اكسسوارز زايده يعني ممكن خاتم خاتمين اذا بس انا بفضل ما يكون في اكسسوارز بالانترفيو ينفع ازيد عليك شيء عشان يكون اللوك بيرفكت كملي البرفيوم ريحه الشخص دائما تقول لك يعني يا تتنفري من هذا الشخص يا تبغي من جد تتعرفي عليه اكثر 100% والله من جد صح 100% وهذا اللي ما يستخدم برفيوم كمان يعني يدخل وكمان حران ومعرق يعني راحت عليك يا الله النظافه جزء كثير مهم الترتيب والنظافه بيجي اول شيء مع اللبس البرفيوم القوي غير مقبول بتاتا وكمان ما يكون حاطط بيعرق او هيك ما يكون كمان منتبه للموضوع كمان ما بتزبط سو الريحه طبعا مثل ما قلتي عندها انطباع ما بيروح ابدا صح بدي اقول لك شغله ساره الانطباع الاول هو اهم شيء بكل المقابلات لانه الدماغ بده اكثر من 21 مره ليغير يعني اذا انت جيتي وشفتك وفي انطباع خاطئ عنك بدي كثير لغير انا وجهه نظري عنك مع انه انا عاده انطباعاتي ما تكون خاطئه اكتشفت هذا الشيء بتصبيها صح مليون في المية يعني كم تعدي اثنين ثلاثة يمكن ايه؟ بس لك عادة أقولك من الخبرة يمكن عشان انا قابل ناس كثير ممكن قابل كل يوم ناس كثير فالانطباع الاول صرت اعرف تقري صح اي لا مايك حق خلينا نشوف الامور اللي هن شيرتس مثل هو انه نحن مش رايحين على البحر هيدا غير مقبول لانه في برنتس في طبعات هذا طارق يلبس في الشغل كذا صح يا شباب بس هو توافق صار بالشغل مش انترفيو صح يعني هيك شيء مع بنطلون باللون الابيض غير يعني لو لبسهم طريقه ترندي وهيك ممكن لانترفيو في ابداع بيقطع يعني بيمشي بس اجمالا الجرافيك ديزاينر يعني ديزاينرز ان جنرال مثلا هيدا يعني هيدا بين هيدا لا وبين البلين في ياخذ طبعه هيك
ناعمة فينا نقولها. هذا يعور العين أصلا. صح هيدا على الكاميرا ما فينا نقولها بس لايف فيهم يلبسوا يعني عيوني كده 100%. فهيدا هيدي القميص فيها مع بانتس من هودا المنقيين هون. اوكي. فيكون أو دنم أو أسود أو جراي مع هيدا الشوز كمان بيطلع حلو. بدي أقول شغلي ما بعرف إذا ذكرتها مع السوتس مع البدلات فينا نمرق هيدا كثير دارج بس قلنا نو سنيكرز ما في تنس شوز فينا أو طبعاً السباط اللي هو نحن بنعرفه في الشباب اللي هن سبور بحبوا السبور يلا هذا آخر لوك نشوفه كثير فيه أن يعتمدوا الدنم جاكيت بس بدها تنعمل بطريقة مش دنم 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 مع تشينوز مع سباط يعني ستايلينج الدنم ستايلش في بعض آخر وحدة إيه ممنوع بالانترفيوز البانتس اللي هني مثل الباجاما بانتس أنا خبت جوالك هنا ممنوع البانتس مثل الباجاما أبدا لأنه كتير بيعطي انطباع أنه الشاب اللي عم بيعمل انترفيو كيرلس يعني هيك طالع من التخت وماشي ورايح فما فينا this is big no أوكي ميسا إحنا يعطيك العافية جدا سعيدين بوجودك معانا أنا كمان ولازم أقول لكم مشاهدينا أنه ميسا تعرفت عليها قبل 7 أو 8 سنين صح كنا نعمل ستايلينج في بيتك كنا نعمل نصور تقارير صغيرة وأشياء للسوشيال ميديا وأنا مرة فخورة فيها أنه اليوم هي فتحت أكاديمية ستايلينج فدحين صارت هي وبتدي شهادات كمان معتمدة فمن جد أنا يعني I'm so proud of you شكرا ولازم كلكم تشوفوا إيش هذه الأكاديمية لأنه دحين صار في كثير ناس حابين يكونوا ستايلست بس هو مو يعني حيالله أحد يقدر يسوي هذه الوظيفة خاصة لو في تي في أو مثلا في مهن فيها ستايلينج 100% شكرا ميسم شكرا لك ألف عافية